رقص على واحدة ونص ووقف مع الطالبات في حفل التخرج. من فرحته بيهم ما قدرش يتحكم في مشاعره، واللي عمله قلب السوشيال ميديا. مش هتصدق اللي حصل من الدكتور في حفل التخرج. مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل في الساعات اللي فاتت، وتحديدا بعد وقعة طالبة أسيوط اللي عملت ضجة على السوشيال ميديا. لكن المرة دي كان لدكتور جامعي قرر انه يشارك طلابه بوصلة رقص على واحدة ونص في حفل التخرج. الدكتور، وده بحسب متداول الفيديو اللي قالوا انه دكتور جامعي، وكان فرحان مع طلابه. ظهر في الفيديو هو لابس بدلة كاملة، وكان مع واحدة من الطالبات بيرقص معاها شرقي بطريقة كانت مثيرة. الدكتور ما قدرش يتحكم في مشاعره وقرر انه يرقص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الفيديو حقق رواج كبير على منصات التواصل، وسط انقسام في ردود الافعال، سواء المنتقدين لتصرف الدكتور او الداعمين ليه. منتقدي تصرف الدكتور قالوا في تعليقاتهم: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ده حتى حركاته مش طبيعية، وبنعيب على بعضهم في السناتر، ده دكتور جامعة، ده احنا كنا في ابتدائي لما بنشوف المدرس كنا بنستخبى من هيبته يا خسارة. اظن لو الفيديو اتشهر وعمل ضجة اقل شيء يتحقق معه ويترفض، لا حول ولا قوة الا بالله. وصلنا للحد ده، اعتقد انه مش استاذ جامعة، لا يمكن يكون استاذ جامعي استاذ الجامعة ما يعرفش يعمل كده، حتى لو اراد انه يعمل كده. لكن كان في رواية تانية قالها عدد من المتابعين ان الشخص اللي ظهر في الفيديو ده اكيد مش دكتور جامعي، ممكن يكون ليه علاقة بطالبة يكون والدها او حد من اسرتها، ويكون عمل كده من فرحته. وقالوا انه مستحيل ان يعمل كده يكون دكتور جامعي في حفل تخرج، مش ممكن تطلع منه حاجه زي دي. الفيديو بيجي بعد وقعة الطالبه سمر اللي احتلت الترند على منصات التواصل في الساعات اللي فاتت، بعد اللي عملته في حفل تخرجها ورقصها قدام الطلاب. وبعد الوقعه كان في تصريحات من سمر اتكلمت فيها عن اللي حصل وعن الاذى اللي حصل لها من ورا الوقعه دي، وقالت: انا اتفاجئت، نمت وصحيت لقيت نفسي ترند، مش عارفه ايه السبب، انا زي اي واحده بتسرح، هو الفيديو فيه حاجة مخلة. مش بس كده، لكن قالت كمان سمر اهلي كانوا موجودين وكانوا مبهورين بيا، لان اختي كانت بتقول وانا صغيرة انها شافت حفل التخرج فلان، وان كان نفسها حد من اخواتها يكون عنده حفل التخرج تتباهى بيه، فانا حطيت الموضوع ده في دماغي من صغري، وهثبت لاهلي اني هدخل كلية، واللي بيقول الكلية دي مش قمة اقرب الناس ليا تراهنوا على فشلي، واثبت نجاحي الحمد لله، واهلي فخورين بيا الحمد لله. انا مش شايفة ان في حاجة غلط، انا كنت بحجابي ولبسي كان واسع، انا لا اول ولا اخر واحده ترقص، وكنت مرتبه النهار اسمع اهلي علشان يفرحوا بيا.